وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل 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 يا فندم. تفضل. ايه بقى البرنامج هيبقى على الهوا؟ احنا ان شاء الله يا فندم لازم نعمل كده فعلا، لاننا لو سجلنا وحضرتك قلت اي كلام مش مسموح بيه بمنتهى البساطه كل الحوار ممكن يتلغي خالص. طب والمذيعه اللي اسمها رانيا فين؟ مش عارفين يا فندم والله، ما بتردش على تليفونها وما جاتش الشغل، يمكن عندها ظروف. الله اعلم، يمكن فعلا عندها ظروف او يمكن في مشكله بسبب البرنامج ده. عموما لما هطلع وهتكلم مش هيبقى في مشاكل خالص ان شاء الله يا فندم. اي حد عنده مشكله هيلاقيها محلوله على الاخر ان شاء الله يا فندم باذن الله. ازيك يا معتصم؟ استاذ جبر سامحني. اهلا يا فندم. ما تتعبش نفسك، خليك زي ما انت. انا عارف انك انت تعبان ومش قادر تتكلم، عشان كده مش هطول عليك. انا بس هسالك كام سؤال كده تجاوبني عليهم وبعد كده اسمعني. طبعا يا فندم. انت طبعا على قوه الجرنان، الجرنان اللي هو وقف جنبك في محنتك وصرف عليك ودفع تكاليف علاجك ده، طبعا لانك انت ابن من ابناء جرنان المخلصين، ولا غلط؟ لا طبعا يا فندم، وانا بشكر حضرتك جدا. شكر على ايه؟ ما تشكرنيش، ده حقك، حقك على الجرنان انت بتشتغل فيه. بس انا من حقي برضه كرئيس تحرير الجرنان ده ان انا اعرف انت بتستغل وقتك في ايه، والامكانيات اللي بيديها لك الجرنان بتستغلها في ايه. تصور ان انا لغايه دلوقتي معرفش مثلا رضوى مكلفاك بايه. فندم حضرتك ممكن تسالها يعني، وهي انا حضرتي سالتها وقالت انها مش مكلفاك باي حاجه، وده معناه انك انت بتقبض مرتبك وبيصرف عليك وعلى علاجك من غير ما تفيد المؤسسه دي باي حاجه. يا استاذ جبر، انا شغال على موضوع مهم جدا، وان شاء الله اول ما يخلص يعني. انا مش عايزك تتعب نفسك، انا عايز اعرف بس ايه هو الموضوع ده. يعني يا فندم موضوع له علاقه بالفساد و... والمحامين اللي بتقتلوا، صح؟ بالظبط كده يا فندم. وصلت لايه؟ وصل لكل المعلومات اللي محتاجينها عشان ياخدوا الفلوس، واول ما ده حصل بداوا يقتلوا بعض. ده الحلو، المحامي بقى اتقتل عشان كان جزء من المؤامره دي. ده الحلو ده يبقى المحامي الشخصي بتاع عمر مصر، وعمر هو اللي اكتشف موضوع فلوس المتهربه بره وكتب عنها كمان. على فكره عمر ما ماتش. من يومين حاولت اقابل راجل كان شغال مع الناس دي وقال لي كل حاجه، وقال لي كمان حذر، قال لي ان الشريك الحقيقي اللي ورا المؤامره دي كلها هيفضل عايش حتى لو كل الناس كانوا فاكرينه ميت. أنا آسف جداً، إحنا مضطرين نلغي المؤتمر لأن لقينا المستشار مقتول في أوضته. إحنا آسفين جداً.